بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كانت منا يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا ديال اليوم كما تتشوفوا هي بلاطو ديال الميني كنافة بالكريمة الجبن والفواكه فقط ب 250 غرام ديال الكنافة خرجت لي هذا البلاطو الرائع وصفة سهلة ومكوناتها بساط تتجيل لذيذة بزاف مقرمشة لا جربتوها غادي تشكروني عليها مع السر باش تجيكم مقرمشه مده طويله ما تشبعوش منها وصراحه تتقام برخيصة بزاف مقارنه مع هذيك اللي كتباع غير صيبوها في الدار وبرعوا لي وليداتكم وما اخواتي التعليق ديالكم الزوينه واللايك للفيديو فضلا وليس امرا ودابا غادي ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير بسم الله وعلى بركة الله غادي نحتاجو في المقادير ميتين وخمسين غرام ديال الكنافة الكنافة تنشريها من عند اللي تيبيعو مستلزمات الحلويات أو اللي تيبيعو الحلويات الشرقية والسورية السورية راها متوفرة بكثرة في الأسواق رجعت غادي نحتاجو كذلك البنات الفانيلا واحد المعلقة صغيرة ديال الفانيلا مسحوق الفانيلا أو السكر ملكه بالفاني اللي عندك متوفر غادي نحتاج واحد خمسين غرام ديال الزبدة المدابة من بعد ما دوبتها جيدا حتى حصلت على بوغ نوازات حتى تبخرو داك السوائل منها تماما النصف الكميه ديالها البنات غادي نضيفها ليها زيت غادي ناخذ داك الكنافه ديالي غادي نقطعها بهذه الطريقه راه تتقطع بكل سهوله ومن بعد ما قطعت الكنافه بشكل سريع ما تستغرقناش وقت كبير غادي ناخذ داك معلقه صغيره ديال الفانيلا تقدروا تعوضوها بالسكر المنكه بالفاني مع قبيصه ديال الملح وغادي ندخل جيدا هاد الفانيلا داك الشعيرات ديال الكنافه في حاله لكانت تعجبكم الحلاوه البنات تقدروا تضيفوا ملعقه كبيره حتى لجوج ديال الملاعق ديال السكر بودره انا غادي نكتفي فقط بالحلاوه ديال القطر او السيرو لكم الاختيار دابا غادي ندخل داك الفانيلا جيدا في داك الشعيرات ديال ديال الكنافه ومن بعد ما غادي ندخلهم غادي ناخذ هاد القوالب ديال الكاب كيك تنظر متوفر عندكم ولا اي قالب عندكم متوفر في المنزل ولا قالب عائلي تستعملوه غادي نضيف داك نصف الكميه البنات ديال الزبده غادي نضيف ها الزيت هاد الزيت البنات تيلعب دور كبير في الكنافه واللي تنحصلوا على واحد القرمشه رائعه دا سر من اسرار ديال باش نحصلوا على الكنافه ديالنا مقرمشه دابا غادي ندهن جيدا القوالب ديالي بداك الزيت والزبده وغادي نعمر هاد القوالب بالكنافة بشكل متساوي ونحاول ان نضغط عليهم باش يأخذوا الشكل ديال القالب وغادي نوزع من فوقهم داك الزبدة والزيت وغادي نغطيهم البنات بواحد صفيحة من الفوق وندخلهم الفرن اللي خصهم يستغرقوا واحد الوقت ديال عشرين دقيقة حتى الخمسة وعشرين دقيقة على نار تكون قليلة باش يدخل لهم الطياب وتجينا البنات مقرمشة لان الفرن تلعب دور كبير في داك القرمشة ديال الكنافة خصهم لنا الوقت الكافي داخل الفرن من يبداو يتحمروا ونا وياخذوا لنا داك اللون الذهبي عاد نخرجوا الكنافه ديالنا من الفرن ودابا غادي ندوزو نحضروا السيرو او القطر ديالنا غادي نحتاجو فيه كاس ديال السكر كاس ديال العنبه او الشاي المغربي اللي الوزن ديالو 120 غرام مع كاس ديال الماء الماء العادي من الصنبور مع قطع ديال الحامض او الليمون غادي نوضع داك الماء غادي نضيف عليه السكر غادي نضيف عليه داك القطع ديال الليمون ونوضعه على نار متوسطه لمده عشرة ديال الدقائق ونحيد السيرو ديالي دغيا تيوجد البنات وها الكنافة ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن تتجي رائعه البنات محمره وطايبه على حقها وطريقه خدات الوقت ديالها الكافي داخل الفرن دابا غادي ناخذ داك للقطر القطر من بعد ما برد تماما والكنافه ديالنا سخونه غادي نوزع داك القطر بشكل متساوي حتى تشرب جيدا داك الكنافه هاد الكميه اللي عطيتكم البنات كلها ضيفوها على حساب كل واحد وكي تيبغي الكنافه كاين اللي تيبغيها مشربه بزاف وكاين تكون ناقصه من الكميه ديال السيرو او القطر اللي واضعين فيها نحيدها بشكل متساوي ونخليها تبرد تماما باش ندوزو نحضروا الكريمه ديال الجبن اللي غادي نرافقوها مع هذه الكنافات بالنسبه للمقادير ديال الكريمه غادي نحتاجو 100 ملل من الكريمه السائله اي نوعيه الكريمه متوفره عندك في من المنزل ديالك ولا تتفضليها غادي نحتاج الجبن واحد 50 غرام ديال الجبن يستحسن يكون الجبن ما الملح ولا اي نوعيه ديال الجبن تتفضليها فيلادلفيا ولا اي نوع ولا ماسكاربون اي نوعيه ديال الجبن مع واحد معلقه كبيره ديال السكر بودره تقدروا تضيفوا حتى جوج ديال الملاعق كبار على حساب الذوق ديال الشخص كاين اللي تيبغي الحلاوه كاين اللي تبغيها تكون ناقصه من الحلاوه غادي نفرغ داك الكريمه اللي خصها تكون بارده مزيانه البنات غادي نضيف عليها واحد معلقه صغيره ديال الفانيلا وغادي نطرب هاد الكريمه حتى تطلع نصف طلعه فقط ما طلعوهاش البنات مزيان وغادي نضيف لها داك المعلقه كبيره ديال السكر بودره بالاضافه الى معلقه كبيره ديال الجبن وغادي نطلق مره اخرى الطراب الكهربائي بسرعه البنات الكريمه تتكون بارده راه تقريبا واحد المده ديال دقيقه ما كاملش تكون الكريمه ديالنا واجده وعلى فكره البنات هاد الكريمه راها رائعه تصلح لك المجموعه ديال الوصفات ديالك تصلح لك الكيكه ديال الجزر كنت ديجا شاركتها معكم حتى هي تجي رائعه وتجي مميزه والمذاق ديالها مميزه البنات هذه الكريمه ومن بعد ما طلعت الكريمه غادي ناخذ واحد الجيب حلواني اللي واضعه فيه واحد لادوي آه غادي نوضع الكريمه ديالي بهالطريقة الطريقه ومن بعد ما بردت تماما الكنافه غادي ناخذ هذه الكريمه ضروري خصها تكون بارده لان لا درتوا هذه الكريمه وهي سخونه آه الكنافه غادي تهبط لكم كامله دابا غادي نشكل دي غوزاس بشكل متساوي وغادي ناخذ البنات بالنسبه للتزيين دائما تنقولها لكم مساله اختياريه بدك الشيء اللي متوفر عندك في المنزل انا خديت فواكه موسميه دابا تبارك الله وقت الفواكه وبكثره في الاسواق اي نوعيه ديال الفواكه تتفضلي انا خديت مع الميرتيل مع المشمش مع كذلك الكيوي لعبت على الالوان باش يعطي منظر متول للبنات وهذه الوصفه البنات هي يقدروا ياخذوها بالنسبه للسيدات او اللي سي يخدموا الطلبيات راه غادي تصلح لكم بزاف البنات تجي رائعه وصفه مميزه البنات والثمن ديالها على فكره البنات لا بغيتوا تمشيو تشريوها راه الثمن ديالها تيكون غالي في الاسواق وخصوصا دابا في فصل الصيف ستكون تبارك الله بكثره ومتواجده ولما لا شي حاجه نديروها في المنزل ديالنا فواكه في دارنا الكنافه كذلك نشريوها ونحضروها لوليداتنا ودابا غادي ندوزو للتقديم النهائي ديال هذا البلاطو الرائع وهذه هي النتيجة النهائية ديال هاد الميني كنافة فعلا تستحق تجربة مذاق ديالها مميز وحد القرمشة فيها رائعة البنات غي عطيوها وقتها في الطياب راه غادي تنجح معكم مئة بالمئة فعلا وصفة تستحق تجربة بارطاجيوها مع العائلة ديالكم الأصدقاء باش تعم الفائدة وتكبر العائلة ديالنا وتتمنى تجربوها وتصيفطو لي التطبيقات ديالكم على على الانستغرام اللي الصفحة ديالي بعنوان كويزين بوش ام هدايه والى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته